الفترة اللي فاتت في كتير من الفنانات ظهروا بأكتر من لوك وأكتر من شكل على السوشيال ميديا، في منها اللي عجب الجمهور وفي اللي ما نالش استحسانهم قوي. النهارده فلايت روم معانا الستايلست نهال الجندي اللي هنشوف معاها كل اللوكس الجديدة. هاي نهال، منورانا لتاني مرة فلايت روم. هاي، عاملة ايه؟ الحمد لله كله حلو. في زي ما كنت بقول أكتر من فوتو سيشنز لكتير من السوبر ستارز والسيلبرتيز بشكل عام. تعالي نشوف أول صورة معانا مع مين. مي عمر، ايه رأيك في اللوك بتاعها وفي البلاك دريس؟ بصي، انا عجبني الدريس قوي عشان هي كبادي شيب بيليق عليها كل حاجه. هي بتحب تلبس الحاجات اللي بتبين شكل الوسط وشكل الجسم، بس مش كل الناس بتحب الريش. بس انا يعني عجبني ان هو مش كتير قوي. الكومنت بتاعي ان هي كانت لابسه ساندل لونه بيج، ده بالنسبه لي لو كان اسود كان هيبقى احلى بكتير. فول بلاك لوك كان هيبقى احلى كتير قوي. اوكي. الصوره اللي معانا بعد كده ياسمين صبري، عجبني قوي اللوك ده. الدرس واسع وطويل قوي بس اللوك وايلد، فعجبني الدرس مع شعرها مع الميك اب التايجر، كمان باترن طالع موضه قوي. ممكن نشوفه من زاويه تانية. هي عرفت تلبس التايجر بالستايل بتاعها. في ناس كتير بتشوف انه خلاص التايجر ممكن استخدم كتير، ما بقاش على موضه قوي، بس هو ترندي. كل الناس بتلبسه، بس لازم الطريقه اللي يتلبس بيها تبقى حلوه. اوكي. انت بين الحلو والوحش يعني حاجه بسيطه قوي. ده سامري دريس قوي. يعني لطيف بالنسبه للبحر، ما فيهوش، مش هقدر اقول وحش ومش هقدر اقول واو. هو بالنسبه لل نوت يونيك بس لطيف. لطيف. ده هنا لهنا زاهد، اتس بلاك دريس مع البروش. ايه رايك في اللوك مع الليبستيك؟ هو البلاك دريس بالنسبه لي عادي. مش احسن دريس، بس هي هنا بتحب الحاجات الكيوت اللطيفه، ما بتحبش الشغل الكتير، فلايق عليها. اوكي. شايفه ان البروش ضايف حاجه للدريس؟ لا خالص، شايفه انه ملوش خالص. اوكي. هنا زاهد ده حلو قوي، الدريس ده عجبني قوي. اوكي. اللون ده اي ثينك ترندي سمر. الموديل فيه فكره، مش دريس طويل وعادي ولا قصير وعادي. عجبني مع لون شعرها، مع لون السكان بتاعها، مع الميك اب كله حلو قوي. وهذا لوك فعلا شعرها، هي بتحب قوي اللوك ده، الكيرلز او الويفز دي. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.